نعم ربما نذكر الموت لكن بقلوب غافلة، ربما نذكر الموت ولكن بقلوب غافلة. فليتك تقف على القبر، فليتك تقف على القبر وتذكر أقرانك الذين مضوا قبلك. تأمل أحوالهم تحت التراب، كيف تبددت أجزاؤهم في قبورهم، وكيف ترملت نساؤهم وتيتمت أولادهم من بعدهم، وقسمت أموالهم وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم وانقطعت آثارهم. وأنت على هذا الطريق تسير، والله لن تخرج الأرواح، والله لن تخرج الأرواح من الدنيا حتى تسمع إحدى البشريين: إما أبشر يا عدو الله بالنار، أو أبشر يا ولي الله بالجنة.